أول شيء الصوفية، ودد العضال في هذه البلاد المتصوفة، عباد البشر الذين أبت نفوسهم أن يحققوا توحيد الله تعالى، بل والذي رفع السماء الصوفية يبغضون التوحيد ويبغضون دعاة التوحيد، وهم من أعداء الله تعالى. ولا نشك في هذا، ذو العدو لله عديل باسم الدين، عدو لله تعالى. كيف الكلام ده؟ الله قال في القرآن لله ملك السماوات والأرض، واضحة ولا ما واضحة؟ الختمية قالوا، شيخ قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا. أيوب لما دعانا، أيوب عليه السلام قالوا دعا الصوفية، أيوب بعرف الصوفية عليه السلام ولا أيوب دعا منه يا جماعة؟ وأيوب إذ نادى ربه، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. ده الختمية بجنب، قالوا الكون ده فوق وتحت، الكون أعلاه وأسفله في طي قبضتنا. جو القادرية جو طائرين، ده لك قالوا في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية تأليف إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، قال صفحة 63 لخمسة وستين: ملكت بلاد الله، تكلم عن شيخه، ملكت بلاد الله شرقا ومغربا. ذاك مسك فوق وتحت، وده مسك شرق وغرب، كذا حلوه انتوا يا جماعه حلوه. ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، وان شئت افنيت الانام بلحظتي، وقالوا فانت القطب، قلت مشاهدا واتلو كتاب الله في كل لحظه، وناظر ما في اللوح من كل ايه، وما قد رأيته من شهود بمقلتي، فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا، ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة، مريدي تمسك به. الصوفية ديل دارين انك تمسك وين؟ مريدي تمسك به، وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، لحد ما قال مشى، قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. تلقاني قدام هناك في الميزان، في شيخ بنتظر له مريد في القيامة ولا الشغلة دي هناك فيها جري؟ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، مش مريده، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وبيجر من ذلك يجيب للمريد ببريك، يقف لك انت ببريك كده، ويخلي امه وابوه. ده بيفهم كيف الصوفي، بيفهم كيف الصوفي ما بيفهم. وانا بستغرب صوفي بيقرا جامعه الخرطوم، والله ما في صوفي بيفهم، يمكن يفهم له معادله بتاعت مغناطيس، بيكون لانه عقله فيه موجب والمغناطيس فيه سالب، يكون يتلاصق وسوى، لكن دين ما بيفهم الصوفي. دار تعرف الصوفي بيفهم دين ولا ما بيفهم؟ قام يشزع الصوفي يقول له السلام عليكم، انت من بني صوفان؟ قل لك يا هو ذاته. قل له الله كم؟ قل لك واحد. في الشدائد بتنادي كم؟ والله الله والشيخ. والله كم؟ واحد. طيب دي حلوها كيف؟ الله واحد معناها في الشدائد برضو تنادي كم؟ واحد. طيب الشيخ بتنادي ليه؟ الرزق منو يا صوفي؟ والله الرزق ده ما عند الله. طيب حجابك ده شنو؟ ده حجاب شنو؟ أظنك أنت وهابي، بس ده فهم. لما يتعصر تب ولك أظنك وهابي، بتكفل معاه وخلاص. بس واحد في السلمة لابس بنطلون جاري، والمهم شايل الشغلة، المهم رايته الزول مشى، قال لي براحك علي في السلمة، قال لي جيتم درمان عندي بنات عمتي، مشيت لهم قالوا عندهم حولية، البنات ذاته مشوا الحولية، قال حولية العصر شغالة تل تل تل. طبعا النوبة دي ذات الدين، الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم شنو؟ بذكر الله تطمئن، مش نفسك قايم وهايج
ولاف في ذكراع واحد وناط فوق واحدين شغالين في الواطة يتململوا، تقول عندهم بهق ولا حاجة ولا هيم ما بعرف، واحدين عاملين كيف، واحدين بيتحاضنوا، كله في النت موجود، كله في النت، كله موجود، واحدين بتاع بساطين، واحدين ايه مصايب ثقيلة جدا. قال مجينا الحولية شغالة، قال البنات برا مع النوبة، قال لقيت القبة خشيت، لقيت واحد لابس سروال وعراقي ومادي كرعيو، خدت له كورة والجماعة بيرموا له قروش، في ميت دار له قروش؟ الميت ده مشى وين؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون، مشى ده خلاص، القبر أول منازل الآخرة، والآخرة دي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جادعوا له في القروش، قلت له اسمع الزول ده ومفتح خلاص. قال لي قلت لبعراقي اسمع قل له نوقف النوبه دي. قال لي ايه وقفوها؟ قال يا اخ بتزعجوا الزول ده، الشيخ الميت ده بتزعجوا يا اخ، تل الزول ده بتزعجوا. قال له ده ما بيسمع يا اخ، ده مات بس. قال لك بطك وكنت ما بيسمع النساوين بينادنوا ليه؟ يا الزول ده بيسمع وقفوا الشغله دي ما تزعجوا، يا ما بيسمع النساوين ما ينادوا ما يقولوا يا فلان الحقنا ويا فلان شنو افزعنا. عيل داري يقول له وهابي لقى الشغله ما في، وهابي لقى البنطلون طويل. المهم في النهايه طردوا بقى مارك. قلت له والله انت فيك خير، والله ما كان تمام، لكن البوضي ده سمكره بسيطه وامورك بتوضح. والله ما زول موحد، زول موحد يا اخي. الصوف يا اخي يعلمك تنادي شيخ والله الذي لا اله غيره، قال لك مريدي تمسك بي وكن بي واثقا عليك الله. اسال اي زول صوفي يقول لي حصل يوم شيخك؟ قال لك ما تلبس حجاب، ما تسيف التراب، ما تنادي الشيخ، نادي الله، خلي عقيدتك في الله تمام. اسال اي صوفي يقول لي حصل شيخك؟ قال لك كذي يا اخي. يقول لك كيف؟ وقال لك مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكن يا مريد، حد ما قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة، أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح، زول صوفي مع في أمة محمد يكون مع نوح عليه السلام، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. معقولة ده عرفه كيف؟ وكان معاه وعدي القال، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. فتوى طلعت أنا هنا، فتوى طلعتها بعدين الكبشين نزل يا زولا. أنا كنت مع يعقوب، قال وكنت مع يعقوب في غشو عينيه. وش بيقول لك الجماعة ذي اللي بينبزوا وينو نبزنا؟ قلنا الزول ده قال كذي، والله سبحانه وتعالى قال كذي، لكن هو شوف النبز بتاعه، قال وكنت مع يعقوب في غشو عينيه وما برئت عيناه إلا بتفلتي. أسي ده زول محترم تتفع يا النبي، وما برئت عيناه إلا بتفلتي، وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا قبلية، قال وكنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدتي، وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأسكنته وأقعدته الفردوس أحسن جنتي، وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا، وأعطيت داودا حلاوة نغمتي، أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور، الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا. بعد ده الزول ده شوف جوابك كيف،
بعد قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي. ما عرفتوها حقيقته مش واضحة. ونجر نجر قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة. خطوة في بلد وخطوة في مكة. ده كان يتوكل وداك شلوت بتقوم تاني. خطوة في بلده وخطوة في مكة. تضحك عليه ويقول لك وي انت بتضحك مالك هاي انت عم تضحك راسك ده فيه صامولة. زول بيقول لك خطوة في بلده وخطوة في مكة انت لسه بصرتك كان مضحك طوالي جوه اتجاه المعبي جاي اركب تحت الحاجوز بدي بتوديك طوالي امورك واضحة بعدين يقول لك زلزل ولا حاجة. وقال له خطوة في بلده خطوة في مكة دي خطوة واحدة يعني ده انجاو حرامي في داعي اديها خطوة ولا ده هبشة ساي بس كان فكك راعه ساي طقطقة بجيب الحرامي. يا ناس أمة بتلعب بالدين. وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. الزول ده ما كاتم مرة واحدة مش أمور واضحة مرة واحدة. ده القادرية ده لك بغادي الختمية سمانية ديل كمان جابوها كبيرة مرة واحدة إنهم كتاب النصر العلمية لأهل الطريقة الصوفية عشان ما تبقى زول صوفي. انت على الأقل تقرأ جامعة الخرطوم واحد يقرأ جامعة أم درمان وبعد الجامعة يتخرج دكتور وصوفي هسي دي حلوها كيف. هو الدكتور ذاته الصوفي بيدعب بيجي ويعالجه. الدكتور يحس بدل يمشي الكتب القرادي ويشوف الحاصل شنو أجهزة يمشي للصوفي. والله أنا استغرب زول يركب لركشة أخي مش للشيخ في المسيد. أبويا الشيخ أنا جيته عيان حاسي شوية. والله الليلة الشيخ ماف ما شوين الشيخ. والله الشيخ ذاته حاسي مشى المستشفى. مش الزول المفروض ركشته دي يوقفها طوالي يبقى مارق المستشفى. مش مفروض لو عاقل تلقى قاعد منتظر الشيخ والشيخ مشى المستشفى انت قاعد منتظر هنا. والله يقول لك الزول عندهم حاجة سريعة جدا. وطيب وما شريبه ليه عاجبه الحقنة يعني. لا الشيخ ده عاجبه الحقنة مش يدو حقنة. رقد الشيخ هاي باردة ما تخاف إن شاء الله. وهي يدو حاية والله الذي لا إله غيره. وياخذ الجيل ده ودوه كندا ولا أستراليا ولا تايلاند ولا شنو ودوه بلد وجايبينها في اليوتيوب استقبال الشيخ من رحلة مرضية ما شاء له بلد بتاعت هنا يجا والمريد يمشي عيان يدو المهيوبة ديك حامضة يدوه له وقال دي فيها بركة. قال ولو فيها بركة باقي لك ده بسافر البرعيمات وين تقال البرعيمات في المسجد برعيمات في المستشفى في ساهرون. لو الشغلة دي ما بتغنعنا النازل زول شيخ يموت في المستشفى لسه يخلوا المستشفى يمشوا للمسجد. هذا في جهال أكثر من كذي. برعي ذاته مات في المستشفى ذاته بدربات وبأمور واضحة عليهم رب الدو دربات ولا حاجة تانية ولا قش ولا ردة المهم لحد ما مات غايته. يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى. صوفية دل والله عليه ضلال ومسكوك بالخلق. دعوة الإسلام دي استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله. ديل الإسلام ذاته تمش أمريكا ولا تمش دولة بتاعت كفر لو دار يدعون عليك الإسلام أقول لهم شنو ناس كفار لو بيعبدوا أصنام أو دار يدعون للإسلام. ديلك تراه ديلك نصارى بيعبدوا عيسى عليه السلام ويدوا حق الله سبحانه وتعالى وما راضي عيسى عليه السلام. انت تكفرون ولك نصارى ذا الكفار يا زول. ليه كفار كلامه صح كفار ليه ولك الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا كفروا بشنو الله يخلوا الإسلام وغايته غلوا في عيسى عليه السلام. طيب الغلى في المكاشف كيف والغلى في عيسى عليه السلام بر الشبكة. الغلى في المكاشف كيف وكباشي وصائم ديمة وركيني والتوم وادبان نقه وما بعرف وداك بتاع البرميل زي الشطرنج داك
البدوي والمرين وبلاوي ذاته البلد دي حيرونا ذاته. هو قاعدين هسي كلهم مرميين كثير منهم والبنزين بالصف. لا دار تحلوا الكربه 200 انتوا. شيخ ذاته تلقى قاعد في البنزين في 10 عربات ولا لسه. وطيب انت ما تحل الكربه دي انت برضو منتظر البنزين برضو. يقول لك ان ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل. ان جات مصيبه نادي اسماعيل. واسماعيل قبته وقعت فيه والرب جابوها السنه اللي فاتت في الجريده. قبته ذات عملت كذا وبركت فيه كتر خير القبه ما قصرت معانا. والحوار قبل سنتين جابوه في جريده الدار ولا ثلاثه قريتها بعيني. قال واحد اسمه رضا هايج قال ابو زيد هناك واعتدوا على القبه بتاعت ابو زيد وشنو شنو. قام مناسبه الكلام قال احنا ونسكت بعد ده. قبل كده اعتدوا على الحوار بتاع اسماعيل ضبحوه. قالوا له اعتدوا ديل منو انت بتشك في منو. قال ان كان لابد شوف ما اكد المعلومه لكن نجرى غايته. قال ان كان لابد فبتهم داعش. انت الحمد لله مرقنا برا غايته لصق في داعش. لا دي كان جات بحفروا لك صغير كذي ونضالين لكن ديل بيشيلوها شت بيبقوا مارقين ونحن بنردمهم بعد يردموها كتر خير على ردمته وعلى ضلال برضه غلط. المفروض يردمها الحاكم لكن في نهايه الامر كلها بلبلة يا جماعه دي كلها لخبطه والله الذي لا اله غيره. اسال التجاني اقول لهم المسلمين المسلمون قبل يلدوا احمد التجاني كانوا على ضلال ولا على حق؟ كانوا على ضلال ولا على حق؟ لو كانوا على ضلال الا بعد يا احمد التجاني يبقى الصحابه رايك فيهم شنو؟ الائمه الاربعه طرق شنو؟ كانوا قادريه؟ لا. الصحابه كانوا تجانيه؟ لا. كانوا سمانيه؟ يا اخي بتاع النصره العلميه ده مناسبه الكلام بتاع النصره العلميه ده سمانيه ده قال وكذبوا بنجر ونجر. قال الشيخ عبد القادر الملائكه عندهم شيوخ. شوف النجرة دي كيف. قال الملائكة عندهم شيوخ والجن عندهم شيوخ والإنس عندهم شيوخ وأنا شيخ الكل. أنت فاهم كلامه؟ نعيده لك ثاني. قال الملائكة عندهم شيوخ. ركز في كلامه كويس. والجن عندهم شيوخ والله في كتاب النصرة العلمية بتاع عبد المحمود نور الدائم سمانية. والجن عندهم شيوخ والإنس عندهم شيوخ وأنا شيخ الكل. يعني شيخ شنو؟ الملائكة والجن والإنس. أيوة يعني جبريل. الله قال في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوة. جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم ده شيخه منو؟ عبد القادر. ده كلام مقبول؟ ده بيقبله زول مسلم عاقل؟ قال باب تطور الشيوخ. قال احيانا تدخل على الشيخ فتجده شابا واحيانا تدخل عليه فتجده شيخا يعني كبر واحيانا تدخل عليه فتجده حنشا. انا ما اعرف حنش دي شنو. كان بتعرفوه ورونا. لا انا متخيله زي الشبشه غايته ما اعرف. الشيخ بيتطور يعني تخش ممكن تلقته مساح ثاني بعد شويه تخش تلقاه كذا. والتماسيح لا تبكون الصوفيه. شفت عالم التصوف ده؟ عالم بتاع مسلسل والمخرج بتاعه شارب بنجو ما فاهم اي شيء والله الذي لا اله غيره الا حاجه زي دي. وده ابليس ذاته لانه النبي صلى الله عليه وسلم والله يا ما موضوع طويل انا بديك امثله عشان تعرف كلامي ده ما استهتار ساي. قال على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. كتاب اسمه كتاب الطبقات الكبرى للشعراني. الطبقات الكبرى ده قال فيه واحد شيخ اسمه محمد الفرغلي. قال من كراماته كرامات الفرغلي ده مدح البرعي بتاع الطبقات ده اسمه شيخ اسمه عبد الوهاب الشعراني. قال سيدي الشعراني الناشر لعلم الله. شعراني صاحب الكتاب مدح البرعي. الكتاب ده فيه شيخ قال اسمه محمد الفرغلي من الكرامات الذكروها. قال خطف التمساح بنت مخيمر النقيب
فجاء إلى الشيخ وهو يبكي قال له يا شيخ التمساح خطف ابنتي بتمشة البحر عليه مربى لكن في تمساح لما فيها خطفها تمساح خطف البيت مركزين في الموضوع ده موضوع ده خطير تمساح تمساح ججد خطف البيت وتخيل التمساح أكل البيت دي باقي لك بيلقوا فيها شيء تاني أكل التمساح جياه تمساح ده لما نقبض كذي شوفها بتاعت البرية دي خش اليوتيوب شوفها ده قريب 2 طن تقلوا كذي لما يقبض كذي أسد بيهجوا تجي تياخ بيت يأكل التمساح تجي تطرشوا لها أكل قال التمساح خطفه قال فجاء إلى الشيخ وهو يبكي قال له التمساح خطف ابنتي فقال له اذهب إلى البحر ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي فذهب إلى البحر طبعا قال لا مش والله قبل أيام أنا ودى النار ده بنجرب في جبنة في الشارع ماشيين مهمة في مرة كبيرة للأمانة العلمية كبيرة ما صغيرة المهم مرة كبيرة قلنا لا أجيب جبنة شاي لبن يا ود شاي لبن المغرب يا واحد تعركش بس شافنا زايد كيف قعد قال والله يا ما أنا كنت صوفي ظهر لي بيت والشيخ ده دق فيني مقلب لما خليت الصوفية شت قال لي جيب لي صوف بتاع دحش جديد ما تم شهر قال لي لقيت لي دحش ما تم شهر بقيت ساكي فيه والله تعبني تعب قال لي الدحش ده عليك الله شو قال لي جبت الصوف وتاني قال لي جيب شنو قال لي كم حاجة جيبن قال جبتين قال لديت إلا الشيخ قال لي بس خلاص همش البيت دي بس صافحة كذي تاني ما بتدور غيرك قال مشيت انتظرت أي في المدرسة تالت عليم ربا المهم بيت يا دوب المهم قال أنا متعلق بها قال البنات ديل انتظرتين المدرسة نفر ما جات مارقة تراها غابت اليوم ذاك هي بحضروا فيها الوقت ذاك يا عروس اليوم الثاني قال جيت منتظرة دار صافحة بس قال ما جات قال أنا منتظر اتصل بي صاحبي السلام عليكم وعليكم السلام وين هذول قال لي والله قال لي منتظر فلانة دي والله الفكيد داني شغل قال لي والله بعد الدحج ده شكله البدي تاني ما بتمي قال هذول تعال احضر عقيدة والله الليلة عقيدة قال لي قال مشيت فعلا لقيت البدع عقدوا عليها قال لي عقدوا عليها كذا انا قبلت من الصوفية كذا ده دحش بعد الدحش ده ما لما في البدع بعد الدحش والله تباريهني يقول لك دحش جيب صوفه ومش جيب لك سيوسي وزعلان انا اعرفه زعلان كيف انا السيوسي ده اعرفه كيف وجيب لك ديك اسود وجيب هنا بلاوي ثقيله جدا والله وما تزعلوا الصوفي القاعد صوفي ده نحن دار لك الخير نحن بنضحك ما قادرين نملك نفسنا لانه كلام ما في عقل بيقبله انا ما دار اضحك اصلا من قبل جيت الله يتقبل دار حسنات لكن ما قادر املك نفسي ذات كلام ما مقبول قال مشى البحر فنادى بأعلى صوتي يا تمساح تعال كلم الفرغل قال فخرج التمساح كالمركب التمساح ذاته بعرف الفرغل كيف كان ما بيناتهم صحبة ودفعة سوا كان ما هو ذاته زي التمساح بعرفه كيف هو ذاته قال فخرج التمساح من البحر كالمركب والخلق عن يمينه وشماله جارية فتفت قال فجاء إلى بيت الشيخ تمساح عارف بيت الشيخ قال فخرج الشيخ والله الكلام ده كله مكتوب في كتاب الطبقات الكبرى للشعراني طبعة بيروت كتاب تلقاه ظهري وفي نصه في خطأ حمر أنا قريته من الكتاب ده قام جاب قال فقال الشيخ فأمر الشيخ الحداد بقلع جميع أسناني التمساح جاء بيت الشيخ عرف البيت كيف عليهم ربه تعرف الناس دي المجارب فتح الباب قال له فأمر التمساح الحداد بقلع جميع أسناني قال لي قلع أسنان التمساح ده قال فقلع جميع أسناني تمساح واقف شوف التمساح ده بليد كيف درويش ذاته تمساح عليك تخيل شال اللجنة خد افتح خشمك يا تمساح لا في بنج لا في النور بتاع الدكاترة داك تر كسر لي أسنان وشت شان البيت تجي مارقة ما تكس لها حاجة بعدين قال ثم أمره بلفظها قال لا طروشة قال فخرجت حية متهوشة والله قاتب كذا قال البيت خرجت حية متهوشة مرقت قالت أنا كنت وين
كنت وين؟ كنت في مبدا ما كنت في بطن التمساع يعني كنت وين؟ انت ما عارفه كنت وين؟ جوا ما لقيتك مصارين وحاجات وتمساع حكى لي زول ثاني بالقوه اذا قال فخرجت حية ما توجد انا ضحكني باقي القصة قال فاخذ العهد على التمساح ان لا يعود يخطف انسانا وهو حي قال لا تمساح انا في البلد دي تاني شوف لك رزق برا البلد دي تاني ما في بشر شوف لك حاجة تاني جاسبة قال فرجع التمساح الى البحر ده ضحكني امشي قراب تلقاه كده قال فرجع التمساح الى البحر ودموعه تسيل في صوفي تاني يبقى صوفي وزول بكى التمساح بكاو انت ما بكيك مش باري كويس تمساح بكاو تمساح في تمساح في تماسيح دي شغلتها كلها حارة ده ما لقيت انا بسكويت اسمه التمساح كلها يا موسى التمساح يا تمساح بتاع الدلالة داك برضو داك بديك 2 مليون بشيلها منك يا تمساح كده كله كبريتة التمساح ما لقيت تمساح ده حاجة كده باردة كلها شغلتها أنا وده بكى تمساح أنا ببقى لك معاه يا أخي وبتكلم واحد مع الطير اسمه موسى بن يعقوب سكسكت له وسكسك له وفي النهاية قال دير زوجاني وفقت بينهما والدبرك بدع شوشة زعلانين صالحتهما ده في كتاب اسمه الطبقات برضو تاع محمد والضيف الله فالتصوف ده شيء عبارة عن ضلال وانحراف ده غير الكفريات الفيه والله تنادي الشيخ بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم في الليل الهادي بنادي سيادي وزول قام ليل هادي ما ينادي الله في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي قماك يا علي للقدر علي مرب القوم شيخنا الجعلي الخلف الأربعة أثنوا علي صديق وعمر عثمان وعلي ده اللي قال أثنوا على الجعلي تعرفون من وين الجعلي خلف أربعة اسمه على الجعلي يا ناس ده كله لخبطة ده غير تمشي راحة شيء أمشي للشيخ بحوط لنا الرائحة والله يقول في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب فالصوفية ده عليه ضلال.